يمكنني الضغط عليه؟ رجاءً كن شيئاً جيداً. هيا. هذا ليس جيداً. حسناً، لننتهي من هذا. أرتدي واحدة من هذه وقت النوم. حسناً، لنعمل كفريق. واو، انظروا إلى كل هذا الطلاء. أتحدوا مع فرشاة الطلاء. سأبدأ بطلاء اللوحة بالأسود. أمل أن هذا هو اللون الأسود. سأضرب طبيب أسناني كثيراً. رائع، والآن وقت الإبداع. سأضع قطرات صغيرة من الطلاء، وسأحتاج إلى الطلاء الأصفر تالياً. سيأتي إليك فوراً. ها نحن ذا. يا لنا من فريق. سأضع المزيد من القطرات. أتمنى أن يبدو هذا جيداً. القليل من الأزرق. وكأنك تقرأين أفكاري. لا أحتاج إلى الكثير. أعطني الأخضر. والآن أحتاج إلى شيء ليفرض الطلاء. أعلم ما المناسب. لا تهتموا لما أفعل. شيء في هذا بالغرض. أمهلني لحظة. ماذا يحدث؟ سأضعها حول الطلاء وأسحبها للخلف. لا نحتاج إلى فرشاة حتى. واو، تبدو كبتلات الأزهار تماما. ها، دعيني أرى. واو، لقد فعلناها. يبدو هذا مذهلا. سأخذها إلى المنزل بالتأكيد. ماذا يحدث؟ لماذا تحصل هي على وجبة خفيفة؟ معذرة، يمكنني تناول بعض من وجبتك الخفيفة؟ كلا كلا، المشاركة في التحدي. لنرى ما ستختاره العجلة الدوارة. مينيون، حقا؟ أجل. حسنا، جيد. إليكما بعض الموز وورق المرحاض. ماذا يفترض بنا أن نفعل بهذين؟ أنت ألقي نظرة. انظري كم تبدو سخيفة. يا إلهي، أنت محقة. ولكني ما زلت لا أعلم ماذا يفترض أن أفعل بورق المرحاض. مهلا لحظة، أعلم بالضبط ما علي فعله. سأستخدم هذا الحبل أيضا. حسنا، حصلت على كوب المياه خاصتي ولدي ألوان أيضا. ها هي فرشاة التلوين والموزة. حان الوقت لبدء التحدي. سأبدأ في الواقع بقلم حتى أتمكن من الرسم على الموزة. والآن الطلاء، وسأستخدم الأبيض أولا. ها نحن ذا، والآن سأنتقل إلى اللون الأسود. الأسود لبؤبؤ العين بالطبع. والآن اللون الأزرق الذي تشتهر به شخصيات المينيون. حسناً، أرى ما يقول إليه الأمر. وقت الأسنان، ابتسامة لطيفة ومضحكة. سأطلب القليل من الأحمر للسان. وسأنتقل إلى بزتهم، هذا ممتع جداً. ها نحن ذا، المينيون خاصتي مستعدون للانطلاق. واو، أنت انظر إلي، أنا مينيون. مثير للإعجاب، تبدين كواحد منهم بالفعل. يا لها من براعة، لقد سرني ذلك. شخصيات المينيون خاصتي، ما رأيك؟ أظن أنك فائزة، شخصية المينيون هذه رائعة جدا. تهانيّة، أحسنت عملا للغاية، تستحقين هذا. شكرا. حسنا، نحن مستعدان لخوض تحدي رسم. سألف العجلة لنرى ما ستواجهانه. ها نحن. كم هذا جميل. قلب، حان وقت رسم الحب. أحب رسم القلوب ورموز الحب. أعرف ما سأفعل. سأبدأ بكلمة حب، لوف. يا لروعة، كان ذلك يوما مدهشا. كانت جميلة جدا في ذلك المرج. حسناً، والآن لإضافة السحر على هذه الصورة، سأضيف قلباً صغيراً ثم أحول هذا الحرف إلى فتاة، وأحول هذا الحرف إلى قلب آخر، وقد يصبح هذا الحرف حبيبها. هذا لطيف جداً، ولكنه بحاجة إلى المزيد من الألوان. ينبغي أن يكون القلب باللون الوردي. جيد، ولابد أن يطابقه القلب الصغير هنا أيضاً. حسناً، والآن سأضيف الألوان الأخرى. فستان بنفسجي. يا للروعة، هذا يتحول إلى شيء مميز. حان وقت تغيير الألوان. سأجعل الشعر أصفر لكليهما، إنهما متطابقان. وأعتقد أنه يرتدي قبعة زرقاء. والآن سألونه قميصه بالأخضر. كلا، أحبك أكثر. هذه الألوان الخشبية ستساعدني على توضيح ملامحهما. انتهيت. حسنا يا طلاب، أروني لوحاتي رجاء. ماذا؟ يا للهول. أبقي العلكة في فمك رجاء. ماذا تفعل؟ انتظري، هذا عملي الفني، أؤكد لك. أحتاج إلى لحظة أخرى فحسب، كدت أنتهي. انتهيت. ها هو عملي الفني عن الحب. كيف فعلت ذلك؟ مذهل. يا للروعة، هذا مدهش. ستحصل على درجة عالية.
ما الغرض من هذه الأوراق؟ ما رأيكما بهذه الحصالة؟ أوه، فهمت. أولاً سأبدأ برسم قلبين، ثم سأواصل الرسم. نيك يرسم، ربما علي المحاولة أيضاً، لا مفر من الأمر. واو، إنها بودرة طباشير. سأربح هذه الجولة بلا شك. سأرسم المزيد من الخطوط. سأستخدم أصابعي للرسم. سأرسم عينيه الآن. أترى؟ إنه خنزير. ولن أنسى جسمه. كدت أنتهي. رسمة نيك جيدة. الألوان تحسنها بالتأكيد. يجب أن أضيف الذيل. هكذا. انتهيت. رحبوا باللوحة الرابحة. لا يمكنني حمل لوحتي. ماذا لدينا؟ تبدو جيدة. هذا الغبار كثير. يا للهول. المعذرة. انظر إلى العجلة وهي تدور. ها، يبدو هذا لا بأس به. أوه، ليس مجددا. حسنا، اختلاس نظري ممنوع. أحب هذا الجزء. ماذا حدث؟ أين الطلاء؟ لا توجد فرشة تلوين. ربما يمكنني المساعدة. أنا آتي مستعدا دائما. أمسكي هذا. أوه، حسنا، لم أكن أعلم أنك تعزف الموسيقى. لن يفلح هذا. هل تحمل هذه دائما معك؟ ماذا عن هذه؟ لا. ليو، ماذا لديك داخل الحقيبة؟ أها، قد تكون هذه مفيدة. حقا؟ يمكننا استخدام هذه بالتأكيد. لنجهز كل شيء. سأضع بعض الألوان على لوحة الرسم. سيفي هذا بالغرض. والآن دور فرشاة الأسنان. سأفرز الطلاء بفرشاة بنمط ريشة. بدأت الألوان تندمج. يبدو هذا رائعا. ها ليو، اترك الفرشاة. ثقي بي. في الواقع هذا جميل جدا. أعتقد أنني بحاجة لتنظيف أسناني. ليو، لا تفعل هذا. رائحة أنفاسي كريهة جدا. لست متأكدة أن هذه فكرة جيدة. كيف أبدو؟ حسنا، أنا أفضل ألا أجيب. على الأقل انتهت اللوحة. واو، أحببتها. لا تنظر في المرآة. ها؟ لقد حاولت إخبارك. هل لدي شيء على أسناني؟ ربما أكون قد ارتكبت خطأ. ألا أنت مستعد؟ ماذا سنفعل تاليا؟ لن تنجح فرشاة الطلاء، ارحلي. عن ماذا تتحدث؟ مستعدة لابتكار أعمال فنية؟ يا إلهي، وقت العجلة الدوارة لنرى ما ستختار. الرقص، اختيار رائع. الرقص حقا، كيف سننجح في هذا؟ ربما أحتاج إلى منظور جيد. ماذا سيحدث إن نظرت من هذه الزاوية؟ سأبدأ بالرسم فحسب. أحب شكل راقصة البالي خاصتي. انكسر صندوق قلم رصاص. الآن ماذا سأفعل؟ توجد مبرات أقلام رصاص في هذه. دعوني أبري قلمي كي أعود إلى رسمي. من الأفضل أن أبري كل أقلام رصاص. لا أريد أن أعلق مع قلم بطرف غير حاد. فيو، مهلا، لحظة، عجبا. انظروا كم يبدو هذا جميلا حول خصرها. سيكون مذهلا. سأضع القطعة الأخيرة هنا تماما. والآن قلم التحديد الأسود لجعل الخطوط داكنة. ها نحن ذا، لنضف لونا للبشرة باستخدام قلم الشرع هذا. سيمنحها الأصفر شعرا جميلا أشقر اللون. والآن تاج وردي وثوب رقص وردي. وحذاء باليه أيضا، كدت أنسى ذلك. انتهيت، أنا أحبها كثيرا. يا إلهي، عجبا. ماذا عن هذه زاوية ربما؟ ربا، هل أنت بخير؟ هل تأذيت؟ كاحلي، أظنني لويت. بسرعة ارفعي. خمسة للرؤية التالي. حسنا، ها هي العجلة تدور. ها نحن، توقفت عند طائر الفلامينغو.
لا يسمح بالكثير من الإبداع، ماذا ستفعلان؟ الفلامينغو، لا أعتقد أني سبق لي رؤية إحداها في حياتي. هذه مزحة، لا أمل في كسب هذا التحدي. ماذا سأفعل؟ إنها وردية اللون، أليس كذلك؟ أعتقد ذلك. كلا، هذه الفكرة لن تنجح. أوف، لا يمكنني تحمل هذا، لا أعرف ماذا سأفعل. مهلاً، ما هذا الذي على يدي؟ أهذا طلاء؟ يا للهول، أصبح طلاء الورد يلطخ يدي أيضاً. مهلاً، انتظروا قليلاً، خاطرت لي فكرة لأرى ما سيحدث إذا بدأت ببصمة يد. هذا لطيف جداً ويمنحني فكرة أخرى. سأبدأ بتحديد يدي، والآن لتعديل هذا الإطار الخارجي سأرسم العين والمنقار. سألون المنقار أولاً بما أنه أسود، وسأوزع اللون الوردي على شكل كله الكثير من الوردي. سأواصل التحرك باللون الكثير من الوردي فعلاً، لكنني كدت أنتهي. ها هو قلم تحديد وردي سأحتاج إليه، والآن سأحول رسمة يدي إلى طائر استوائي. ها هو المنقار الأسود، حان وقت رسم العينين والساقين. ها هما الساقان نحيلتان باللون الأصفر، وقد انتهيت. حسناً يا طلاب، أروني لوحات الفلامينغو التي أنهيتموها. ها هي لوحتي عن الفلامينغو، وها هي لوحتي أيضاً يا سيدتي كما طلبت تماماً. أرى أن لدينا لوحة للجسد كله ومنظر جانبي للرأس، أبليتما بلاءً رائعاً. صحيح، يدك ملطخة بالطلاء. أجل، أعتذر عن ذلك. التحدي التالي مكعب روبيك. هذا التحدي يتطلب بعض التفكير. مسطرة وقلم رصاص، فهمت. يمكن للمسطرة مساعدتي في رسم الكثير من الخطوط المستقيمة، تمنح هذه الزوايا تأثيرا ثلاثي الأبعاد. ما الذي يفعل هناك؟ كيف جعل مكعبه يبدو رائعا؟ هل أدير الورقة؟ الأمر أكثر تعقيداً من ذلك. التظليل المناسب يلعب دوراً مهماً. أترين، قلم الرصاص مهم للتباين. كدت أنتهي، والتالي تظليل خفيف جداً. بالكاد يمكن رؤيته، سيبرز هذا التظليل الرسمة. أجل، كيف فعل كل ذلك؟ رسمته تخرج من الورقة، هذا رائع. هل أنت مستعد للعب؟ هنا القلم قادم. أريد أن أجرب ذلك. انظري، ما هذا؟ هذه الحركة. واو، أحسنت يا نيك. كما لو أنها تهاجمني. سأقترب أكثر. إنها غارقة في عالمها. هذه الألوان المتطايرة مذهلة. هذا ممتع. مرة أخرى وانتهيت. أوه يا ويلي، ماذا؟ هل رسمت على وجهي؟ إنه مثل مكياج تجريدي، لم يسبق لي رؤية مثل هذا الإبداع. كان ذلك وشيكا جدا. أوه فاكهة، ينبغي أن يكون هذا سهلا. أو ربما لا. لا أصدق أن علي فعل هذا بعينين مغمضتين، هذا ليس عادلا. حسنا، لنفعل هذا، لدي أدواتي. لا يمكنني رؤية شيء. أولا سأرسم الموزة. أين هي؟ هيا، أحتاج إلى مساعدة بسيطة. أوه موزتي. أنت تقصد موزتي أنا، سأضعها هنا تماما. والآن أحتاج إلى قلم، ويمكنني تتبع جسم الموزة. من يحتاج إلى رسم؟ حسنا، لقد انتهيت، يبدو هذا جيدا. أنا فخورة برسمي، ما رأيك؟ أعتقد أنه لا بأس بها. حان دوري، يمكنني استخدام شريط اللاصق، لا يمكنني استخدام يدي الأخرى، لذا علي الاكتفاء بفمي. والآن سأضعه على لوحة الرسم. حتى الآن كل شيء على ما يرام، سأضيف المزيد من الشرائط بشكل قطري. وقت بدء الرسم، سأرسم دائرة وأملأها باللون. هذا ممتع جدا. وقت إضافة تفاصيل، سأضيف نقاطا بيضاء بين الشرائط.
هذا ما أردته تماما. سأزيل الشريط بحرص، فلا ودسد اللوحة الآن. هذه آخر قطعة. لنرسم بعض الأوراق الخضراء. هذا طلاء الأخضر مثالي. سأملأ هذا باللون وأضيف المزيد. انتهيت، تفقدي هذا. إنه أناناس. تظن أنك شديد الذكاء، أليس كذلك؟ أنا موهوم، الذي يمكنني قوله. مهلا، الحقيقية أجمل بكثير. واو، كيف فعلت ذلك؟ عمل نابع من الجوع. هيا جرب القليل. لذيذ جدا، لا أمانع تجربتها. هذا أفضل كثيرا. طرد من أجل الآنسة جولي. أتمنى أن تحبيها يا عزيزتي. أتساءل ما قد يكون ذلك. إنها فرشاة شعر فاخرة، لا يمكنني أن أصدق أنه تذكر أنني أردت هذا. أخيرا رجل يستمع إلي. وتفقدوا هذه السترة، لا توجد كتل هنا. أتحبين هذا يا نفتتي؟ هذا هو المكان المناسب. كيف حالك يا جولي؟ ماذا؟ هل كان الجو عاصفا في الخارج؟ لأن شعرك يبدو متشابكا قليلا. لا يوجد ما يمكن رؤيته هنا. بعض التمشيط هنا. جولي، ماذا تظنين؟ إنني كلب بودل؟ على أي حال، لا شيء يضاهي فرشاة جديدة. عقدة متشابكة؟ هيا أخرجي. فرشاتي الفاخرة سيجرني لي بالتأكيد. ربا، أعلم جيدا كيف أساعدك. أجل، سأجرب أي شيء. هل فقدتم بعض شعيرات الفرشاة؟ اصنعوا بعضها بقلم طباعة ثلاثية الأبعاد، لكن انتبهوا، قد يستغرق الأمر وقتا. هذا أفضل، مدينة الشعيرات يا عزيزي. أليس هذا مثاليا؟ لا أصدق هذا. شكرا لك، أراك لاحقا. كيف الحال يا عزيزتي؟ شعرك. أجل، لا تقلق، لدي ما تحتاج إليه. الفرشاة. أجل، أظنها عالقة. لنذهب فحسب. حسنا، لا تنظر في أي مرآة فحسب. وقت العجلة دورة مجددا. حسنا، ها هي ذا تدور مرة أخرى. اختارت سماء مليئة بالنجوم. وجدتها. أين طلاء؟ أحتاج إلى أن أبدأ. أطلاء جاهز وفرشاتي، حان وقت الفن. حسناً، سأبدأ باللون الأسود. أود رسم خط. والآن سأضع قطرة كبيرة من الأزرق أسفل، ثم المزيد من القطرات الكبيرة من الأرجواني والأزرق والأصفر والبرتقالي. والآن سأحرك الطلاء بالفرشاة من جانب إلى آخر. إنه يخلق تأثير ظلال. دعوني أواصل هنا باللون الأصفر. يبدو هذا جيداً، وسأضع المزيد من الأسود هنا بالأسفل. أظنني أود وضع بناء في رسمتي للأفق أيضاً. سور صغير سيكون لطيفاً بجوار الشجرة مباشرة. لا أريد أي أغصان جرداء. بعض الضربات الخفيفة ستصنع أوراقاً. جميل جداً. أظن أن علي البدء. سأرى ما سيحدث. الأزرق إذن، وربما المزيد من الأزرق أيضاً. أجل، أحب الألوان الداكنة، إنها ممتعة. يا فرشاة رسم، مستعدة لبدء العمل؟ أحب نتيجة ضربات الفرشاة هذه للغاية. انظروا إلى طلاء وهو يتحرك على اللوحة. ها نحن ذا على رسمتي بأكملها حتى الحواف. أوبا، تساقط طلاء على لوحتي بأكملها. مهلا، لحظة، يبدو هذا مذهلا. انظري، انتهيت من رسمتي لليلة مليئة بالنجوم. أجل، يمكنني رؤية ذلك. رسمتك مبهجة بالتأكيد. أجل، شكرا جدا، تستحقين هذا بالتأكيد. ماذا تعتقدين أعدت لنا؟ حسنا، هل أنتما مستعدان؟ يبدو أن اختياركما هذه المرة هو ولد. أنا متحمسة لرؤية ما ستنتجانه. خاب أملي لأكون صادقا. يا للهول، انتهت التسالي، وهذا شيء يستحق أن أحزن عليها. حسنا، ماذا سأفعل الآن؟ انتظروا قليلا، أصبح طبقي فارغا الآن. أجل، سينجح ذلك، لدي خطة رائعة. ماذا تفعل بهذا الطبق وقلم التحديد؟ لا أفهم، لماذا ترسم على الطبق هكذا؟ لا تقلقي بشأني، أعرف ما أفعله. سأنهي رسم رجل العصا الصغير على هذا الطبق.
يا للهول، لماذا علي أن أرسم لأجل ذلك؟ سأجرب كتابة الكلمة مجدداً، يبدو أن ذلك ينجح معي. حسناً، ها نحن، كلمة ولد بوي، وسأحولها. سأمنحه نظارة وشعراً، يبدو جيداً. لن أنسى الأذنين والذقن والأنف والفم. حسناً، أنهيت رسم رجل العصا. أعتقد أنه بحاجة إلى بالوني أيضاً. ها هو، ويحتاج إلى خيط حتى لا يطير البالون. شيء ما عالق في أسناني، هذا كريه. هذا لا يفيد، ربما سيساعدني مشروب. هذا أفضل على ما أعتقد. أعتقد أنك بحاجة إلى شعر برتقالي. بقي القليل وسأنتهي من الشعر. حسناً، أتريد قميصاً أخضر؟ بالتأكيد. انتهيت. كلا، سكبت الماء على فتاي. إنه يغرق، علي فعل شيء لإنقاذه. كلا كلا كلا، يا رجل العصا لا تهلع. مهلاً، شيء ما يحدث. شيء يحدث لرجل العصا. أنتم محقون، لن يغرق لأنه يطفو. إنه لطيف جداً، لقد أحببته. أبليس بلاءً حسناً. هل فزت في هذا التحدي؟ محال، هذا مذهل. أبراكادابرا، سترسمان؟ مام، أظن أننا سنبدع في هذه الجولة. أنا مستعدة تماماً، سأبدأ الرسم. سأحدد هذا المقص. هيا يا قلم، سأحدد هذين المقبضين. هكذا، هذا جيد. ما الذي يفعله؟ حان وقت القص. هل سأتقن قصها؟ أوه، بعيداً عن أصابعي. ما هذا؟ لا يهم. توقف عن رمي قصاصات الورق، إنها تضايقني. هل يمكنك تخمين ما أرسمه؟ يعيش هذا الكائن على الأشجار ويحب حياة الليل. من يكون؟ يتميز بعينين كبيرتين. صديقتنا البومة الظريفة، أليست ظريفة؟ كدت أنتهي. إنها رسمة مثالية، سأضيف بعض الألوان. هذه الألوان الفسفورية رائعة. انتهيت، ها هي. هذا مشوق. رسمة ملاني جميلة أيضاً. أحسنتما، هذا رائع. لكن من سينظف هذه الفوضى؟ منطالي. يا للهول، يبدو أن ملاني رابحة الجولة. هذه المصاصة لذيذة. مرحباً، كيف الحال؟ هل أنت بخير؟ مرحبا يا رفيقي، ما الذي يمكنني أن أقدمه لك؟ لدي بعض الوشوم الرائعة هنا، يبدو جيدا. هذا فظيع جدا. هذا إنه مخيف قليلا. ماذا لدي أيضا؟ عناكب؟ ستغضب أمي كثيرا. وجدتها، زمزمة. ستراودني الكوابيس. حسنا، ماذا تريد؟ ماذا عن هذا؟ إنه لطيف للغاية. حسناً، لديك حرية الاختيار فيما توشمه على جلدك. أتحرق شوقاً. لا ينبغي أن يكون هذا صعباً. أجل، هذا مثالي. سأدعوه ديزي. كدت أنتهي، إنه يحتاج إلى شيء إضافي. لكن ماذا؟ أوبس، أنا آسفة يا رفيق. كلبان، كلبان، إنهما كلبان. أنا آسفة للغاية. هذا أفضل يوم على الإطلاق. إنهما لطيفان للغاية. عجباً، هذا شعر كثير. تفضل، جرب هذا. لا أظنه يعمل، إنه بلا فائدة. ما الذي يمكننا استخدامه؟ وجدتها، هذا شريط لاصق للغاية. أعطني إياه. من الأفضل أن ينجح هذا، وإلا أتحتاج إلى بعض المساعدة؟ النجدة، أنا عالق. نفذت أفكاري، بدأت أشعر بالغضب.
قصاصتي. الأمر يستحق التجربة. هذه فرصتك الأخيرة. لابد أن ينجح هذا. هل تنظري إلى هذا؟ أظنني لن أتناول هذه بعد الآن. على الأقل أنا بأمان. دايزي وبيسكيت، لنذهب إلى المنزل. سيكون أصدقائي متحمسين لمقابلتكما. أمكن بالضغط علي. أوه شكراً، هذا مشوق للغاية. رائع. أجل. أوه هذا غير عادل. يا لها من لعبة غبية. لننطلق. لا أحتاج إلى طلاء. هذا مثالي. واجهني إلى الاتجاه الصحيح. توقفي، دعيني أساعدك. هذا هو. شكراً، أقدر لك هذا. يمكنني فعل هذا بالتأكيد. باقي القليل فقط. حسناً، أظن أن ذلك يكفي. كنت أمل أن أرى بعض الحيوانات الحقيقية. ها أنا ذا، سأبدأ بالوجه. لا يسير هذا وفق خططي. هذا مريع، لنجرب هذا مجددا. سأرسم سمكة، سيكون هذا سهلا. هذا أبشع بكثير. لما الأمر صعب للغاية؟ حسنا، سأرسم كلبا لطيفا. أوه ليس كلبا بل إنه فوضى. أوه هذا محبط حقا. ماذا سأفعل؟ أين طلائي؟ أنا مستعدة للبدء. وجدته. هذا مقزز جدا. أحتاج إلى إزالة هذا. هذا مزعج جدا. سكاي، عليك رؤية هذا. ماذا؟ إذن سألزق هاتين العينين على رسمي فحسب. إنهما مضحكتان للغاية. إنه سلطعون. إنه يعجبني. سأعدل مكياجي قليلا بينما ننتظر. تحتاجني لفعل شيء. العجلة الدوارة، لقد ضغطت الزر. ما الذي سنحصل عليه هذه المرة؟ يبدو أنها مسحة قطنية، تعلمان، من النوع الذي يوضع في الأذن. لا أفهم الأمر على الإطلاق. كلا، دخل المسحوق في أنفي. طارت المسحة القطنية عبر الغرفة. أوتش. معذرة جميعاً. هل هذه طبعة وجهي من الصدام باللوحة؟ يا إلهي، لديك ممسحتين في أنفك. لم يمكنني الشعور بهما. حسناً، سأحرك بعضها من هنا. والآن سأرسم سيدة جميلة ترتدي فستان، وسأرسم لها شعراً طويلاً أيضاً، فلما لا أفعل ذلك؟ حسناً، تبدو النتيجة جيدة حتى الآن. والآن سأقطع أحد طرفي المسحة القطنية، وسأفعل المثل مع بقيتها. والآن سأزين الفستان بالمسحة القطنية والغراء. سأرتبها بجوار بعضها البعض وأتأكد من أنها ثابتة. انتهيت من الصف الأول، والآن وقت الصف الثاني. سأستخدم المسحات الخضراء والزرقاء لهذه الطبقة. من كان يعلم أن العمل بهذه المسحات القطنية سيكون ممتعاً؟ علي إنهاء الطبقة العلوية من فستانها أيضاً. انتهيت، حان الوقت لأتباهى بعمل فني. ما رأيك سيدتي بالفستان؟ إنها أيقونة في عالم الموضة. عجباً، ليته فستاناً حقيقياً بإمكاني ارتداءه. كل ما لدي هو طبعة وجهي من العطسة. سنلن لوف العجلة مجدداً. هل تنظر إلى ذلك؟ هذه المرة الاختيار هو الكلب. أعلم ما سأفعل، إنه في قبعتي. ماذا؟ أهذه دجاجة مططية؟ من أين أتت؟ أعرف أنه هنا في مكان ما. مهلاً، هل هذا ما أحتاج إليه؟ كلا، لم أعد ألعب كثيراً هذه الأيام. هيا، هذه القبعة ليست كبيرة جداً. هل هذا ربع دولار؟ هل هذا ما كنت تبحث عنه؟ هناك عملة أخرى لي أيضاً، لن تمانع إن أخذتها. من كان يعلم أن بإمكان قبعتي ضم كل هذه الأشياء؟ حسناً، أحتاج إلى هذا القلم. لا أفهم، ماذا ستفعل بهذه العملة المعدنية؟ سأستخدمها لرسم خطوط لأتبعها. أحتاج إلى عدة دوائر. لا أفهم. مهلاً، أعلم ما علي فعله. أمل أنكما تعملان بجد. أحتاج إلى ارتداء القلنسوة على رأسي. سأعود بعد قليل. مرحباً، ماذا لو أعطيتك تلك مقابل أن تعيريني كلبك؟ شكراً لك يا إلهي، إنه لطيف ومطيع. اسمي باتريك. ابتسم لألتقط لك عدة صور. أنت ظريف جداً، يمكنك أن تكون عارضاً.
تفضلي، شكرا جزيلا لك. سألون الشكل البيضاوي كله ما عدا هذه الدائرة الصغيرة. أضفت هذه الخطوط الصغيرة والنقاط، والآن سأرسم رأسه وعينيه. بدأ شكله يتضح. لا يمكن أن أنسى أذني، يحتاج الكلب إلى أذنين وجسد أيضا. وأخيرا الذيل، والآن سألونه. أعتقد أن أذنيه ستكون بنية وقدميه ووزنتيه. قد انتهيت. عدت ولم يلحظ أحد غيابي. سأنهي لوحتي هنا. أيتها المعلمة، لقد انتهيت. هذه صورتي عن الكلب. وأنا أيضا انتهيت. يا إلهي، انظروا إلى هذا الوجه اللطيف الملائكي. لقد فزتِ. لم ترسميه حتى.